شركة حماس ما تكون نصرا للإسلام، لأنها من كل حق فيها الشيعي وفيها الإخوان الحزبي، فهي من كل حق. وقد لعب على الناس ياسر عرفات كثير مع أنه كان عميلا لإسرائيل، ومن أول ونحن نقول إنه عميل لإسرائيل، وفي النهاية باع فلسطين، باع فلسطين. فلو تركت حكومات المسلمين في جميع البلاد الإسلامية هم الذين يستطيعون أن يطهروا القدس من اليهود. المهم الذي ينصر دين الله هم المسلمون على المستقيمون على الكتاب والسنة. أما جماعة حماس فهي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن